يسعد صباحكم واهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده من مشوارنا الصباحي صحصح. اهلا وسهلا بكل اللي عم بتابعونا عبر هوا راديو روتانا وشاشه عمان تي في، واكيد اللي بتابعونا عبر صفحاتنا لايف على فيسبوك. احنا معاكم بمشوار صباحي جديد دائما وابدا برعايه اورنج، واليوم راح اكون معكم لحالي. زي ما سمعتوا بالايام الماضيه ناديه كانت تعبانه شوي ومريضه شوي ومرشحه، فبالتالي اليوم ما راح تقدر تكون معنا، ولكن ان شاء الله انتم بتكونوا معي بهالساعتين من هلا لغايه الساعه 12. اليوم رح نحكي موضوع جديد، موضوع مش كتير منتطرق له بمشوارنا الصباحي صحصح، بعيد عن العلاقات وبعيد عن الحب والزواج، ولكنه مرتبط فينا كأشخاص بمنظومتنا النفسية وبمشاعرنا. في مقالة قرأتها عن قوة العقل الباطني. العقل الباطني اللي هو يعتبر بنك البيانات، كل ذكرى، كل صورة، كل صوت سمعته بحياتك من مراحل الطفولة المبكرة ولغاية اليوم الحالي اللي انت عايش فيه، يخزن كشعور أو كذكرى حلوة أو ذكرى مؤلمة بعقلنا الباطني. وأحياناً احنا ما بنسترجع هاي الصور ولا هاي المشاعر ولا هاي الأصوات إلا بمناسبات معينة. هلأ في عدد كبير من الكتب والمؤلفات اللي ركزت وحكت على الأشخاص المتواصلين مع عقولهم الباطنية، أو الأشخاص اللي بيعرفوا كيف يعززوا ويقووا علاقتهم مع العقل الباطني، قديش بيعيشوا حياة سعيدة أكتر، حياة فيها فرح أكتر. وواحد من أشهر هذه الكتب هو كتاب The Secret أو السر، اللي بيحكي دائما كيف إحنا ممكن إن نجذب الأمور اللي إحنا بنحلم فيها، الأهداف اللي بنتمناها، الأمنيات اللي قد تكون شبه مستحيلة، ولكن إذا أنت آمنت طاقة هذا الكون بتودي لك الشغل اللي أنت بتحلم فيها. كيف ممكن أنه أنت تقدر تكون شخص إيجابي أكتر، تقدر أنك تركز على الإيجابيات أكثر من السلبيات في حياتك؟ هاي كلها بتعود لعقلك الباطني ولكيفية التواصل مع العقل الباطني. فاليوم الموضوع طلع مش معقد، طلعت بخطوات بسيطة وخطوات، خلينا ما بدي أقول بسيطة ولكن يعني مش روكيت ساينس، مش اختراع صواريخ، يعني الواحد ممكن إنه يحفز ويسقل هاي المهارات عنده ليقدر يوصل لعلاقة جيدة جدا مع عقله الباطني، وبالتالي حياة أفضل وأكثر سعادة على أرض الواقع. إذن اليوم كنا عم نحكي عن قوة العقل الباطني. في عنا إشي اسمه العقل الباطني والعقل الواعي. في كل مرة بتكون حضرتك عم تستذكر أو عم تسترجع فكرة أو عاطفة أو ذكرى أو صورة من الماضي، بيكون هون عقلك الباطني عم بيتواصل مع العقل الواعي الخاص فيك. فبالتالي أول نصيحة لتقدر تعيش حياة فيها إيجابية أكثر وفيها راحة وهدوء أكثر، هي التخلص من الأفكار السلبية وتسخير قوة العقل الباطن في القضاء على الأفكار المحتملة أو المحملة عفواً بالمشاعر السلبية. شو يعني؟ يعني أنت بحاجة لإيقاف الحديث السلبي بينك وبين عقلك الباطني. الأشخاص اللي بيفكروا بالموت، الأشخاص اللي بيفكروا يا رب يعني أنا خايفة أخسر شغلي، أنا خايفة يصير هيك، خايفة ما أسدد الدين اللي علي، خايفة خايفة خايفة. هلأ في خوف بيكون طبيعي وفي حديث بيكون طبيعي لأنه الظروف صعبة بشكل عام، مش بس اليوم، دائما في ظروف صعبة بحياة أي شخص منا، ولكن المبالغة في تسخير الطاقة اللي عندك لتفكر بالأفكار السلبية، هذا الشيء ممكن يكون مستنزف وممكن يكون متعب جدا للشخص. وغالبا بيقولوا بهاي الدراسة المخاوف تتحقق خصوصا لما تكون انت شخص عاطفي جدا وما عم بتفكر الا بهاي المخاوف او الهواجس السلبية اللي بحياتك. لهيك الحديث السلبي مع النفس يمكن ان ينتج اثار ضارة جدا على صحتنا النفسية. كل ما قدرت انك تتخلص من الافكار السلبية اللي 70% من الوقت كل شيء منخاف منه ما بيصير، هو بس بيكون ضيع من طاقتك وضيع من لحظات الفرح اللي كان ممكن تعيشها بدل من لحظات القلق اللي انت عشتها وانت خايف من شيء لسه ما صار. فبالتالي حاولوا قد ما بتقدروا انكم تطردوا المشاعر السلبية وتخففوا من الحديث السلبي بينك وبين
عقلك وروحك ونفسيتك، لا تقدر انك تخلي عقلك الباطني مركز على الإيجابية أكثر من السلبية. عم نحكي عن بعض المهارات وبعض النقاط اللي ممكن من خلالها نقدر ان نكون اشخاص اكثر ايجابيه، وانا بشوف انه خلال هاي الفتره لازم نركز على صحتنا النفسيه الى جانب الامور الثانيه اللي لازم نركز عليها، صحتنا الجسديه وايضا الامور الاقتصاديه والظروف الصعبه. وبعرف انه في كتير تحديات، ولكن عشان نقدر نواجه هاي التحديات لازم نكون اشخاص إيجابيين على قد ما بنقدر. حكيت بالجزء الماضي قبل الفاصل على موضوع التخلص من المشاعر السلبية قدر الإمكان، ونخلي حديثنا مع نفسنا يكون فيه رضا وشكر وقناعة أكثر، ونبعد عن المشاعر السلبية ونحاول إن ما نركز على المخاوف. هلأ إذا في مصيبة أو مشكلة صارت هذا موضوع تاني، ولكن إذا أنت بس خايف من أمور لسه ما صارت، تأكد بأنه هو التغيير الإشي الثابت الوحيد اللي بحياتنا. يعني إذا بترجع بتراجع حياتك كيف كانت قبل 5 سنين، ما في إشي بيضل على حاله، هو التغيير زي ما بيقولوها في قول باللغة الإنجليزية بأنه change is the only constant، يعني التغيير هو الثابت الوحيد بحياتنا. في عنا اتصال زيد، خلينا ناخذ الاتصال وبرجع بعطيكم المزيد من المهارات اللي ممكن نحفز فيها ايجابيتنا وعقلنا الباطني، نوجهه ونسيره احنا نحو الايجابيه. هلو هلو، صباح الخير. صباح النور، اهلا. كيفك حبيبتي رهف؟ اهلا ست دلال، كيفك انت؟ مشتاقيت لك، منوره 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 حبيبتي. حبيبه قلبي انت، صوتك اللي منور الهوا كله. حبيبتي والله اقول لك ما صدقت وانت تقولي في مشاركه. حبيبه قلبي احنا بنشتاق لكم كثير، ومرات يمكن لما نكون انا وندوش بياخذنا الحديث، بس دائما انتم بقلوبنا وبنحب نسمع. ناديه مرشحه شوي، مش كورونا بس رشح طبيعي عشان ما تخافوا. لا سلامتها ان شاء الله، الله يشفيها يا رب. حبيبتي ست دلال تسلمي. شو خبريني، عندك هيك مهارة معينة بتستعمليها بحياتك؟ لأنه إحنا بنعرفك من زمان وإنتي متابعة على صحصح، ودائما هيك بتتمتعي بقدر كبير من الإيجابية. عندك هيك أسلوب معين بتواجهي فيه المشاكل، التحديات، المشاعر السلبية اللي بتحسيها؟ والله كتير صرت يا ست رهف، يعني الواحد مل، بعدين كنت أخاف، يعني أيام إجتني فترة إني أخاف من الناس. تخافي من الناس؟ يعني رعب وهيك، يعني خوف شديد. نعم. بعدين إجتني وسواس تاني إنه مثلا إذا بدي أنام يمكن أموت، أصبح إني ميتة. بعدين عشان ابن أختي عندي، أقول للولد هذا يا حرام شو بده يصير فيه، بعرفش يفتح الباب. لو أنا صار لي إشي صار إبليس يوديني ويجيبني. طبعا. بعدين الحمد لله صرت أصوم هيك لله تعالى. نعم. وأصلي. نعم. الحمد لله الإشي هذا اللي كنت أشعر فيه كله راح عني. الحمد لله. أنا هديك المرة حكيت عن أهمية الصلاة وأهمية التواصل مع رب العالمين، قدي بتريحنا وقدي بتعطينا سلام داخلي وهدوء وبتخلصنا من مخاوفنا 100%. طبعاً. حبيبتي يا يعني ست دلال، بعيد الشر عن قلبك. فينا الحمد لله، بس الإنسان يتكل على الله أحسن من الناس هاي كلها، ويشكي همه لله بس. مظبوط، صح، يا عيني عليكي. والله كلامك رائع، وأنا كتير انبسطت بها المداخلة. شكرا لاتصالك حبيبة قلبي، ويطول عمرك ويحميكي ويبعد عنك إن شاء الله يا رب كل الناس المؤذية والشر بشكل عام. شكرا ست دلال. من الأدوات القوية الأخرى اللي ممكن تخليك شخص أكثر إيجابية وتخلصك من المخاوف والهواجس اللي بتخطر ببالنا جميعا كبشر، هي ملء حياتك بالإنجازات الصغيرة. أحياناً إحنا مش دائماً بنقدر إن ننتصر انتصارات كبرى وعظمى، وانتصارات تكون واضحة جداً للأشخاص اللي حولنا، أو إنه ينحكى عنك بالأخبار، أو يعني الناس كلها تشيد بالإنجاز اللي أنت عملته. ولكن كل شخص منا عنده انتصارات صغيرة جداً. مرات في أيام معينة إذا قدرت إنك تمر بهاليوم معناته أنت انتصرت على نفسك. أنا بلاحظ في كتير ناس بيعرفوا يشكروا أنفسهم أو يزقفوا لأنفسهم لما يقدروا ينجزوا أكثر من عمل
ما عم بحكي أعمال مستحيلة، ولكن إنه هي تصحى الصبح توصل أولادها على المدرسة، تأمنهم، تروح تداوم، ترجع تطبخ، بعد ما تخلص الطبخة تدرس الأولاد، تنيمهم بكير، أمورهم تكون كتير ممتازة، تقعد مع جوزها يتحدث ويحكوا. هذا انتصار، أنت اليوم انتصرتي على يوم طويل ويوم شاق، فبالتالي زقفوا لأنفسكم على الانتصارات الصغيرة. هاي أداة مهمة جدا بتخلينا نكون أشخاص أكثر إيجابية. في طريقة أنا مثلا بعملها، ولما ما بعملها صدقوني بتفرق معاي كتير، بكتب كل يوم شو علي أشياء أعملها. بنهاية اليوم لما أحس أني أنا أنجزت كل هاي الأمور، حتى ولو كانت أشياء بسيطة، أشياء يعني زي ما قلت لكم بالبداية مش اختراع ذرة، ولكن تاسكس، مهام معينة كانت لازم أعملها بهاليوم وقدرت أني أعملها كلها، بيعطيك شعور كبير بالرضا وشعور كبير بأنه أنت إنسان قادر ومنتج. فهاي الطريقة ممكن تخليكم أكثر إيجابية بحياتكم وتعطيكم طاقة أنكم تستمروا وتمشوا بالأيام القادمة. معنا نورة على الهواء. هلو. هلا، مرحبا. أهلا نورة، كيفك؟ الخير. صباح الفل. شكلك مش منيحة الحمد لله. أنا عم بركض قاعدة وبدي أروح على شغلي، بس ما صدقت في القطل، ايه القطل الخاص. بدي اصبح عليك بالاول وسلامات لناديا حبيبه قلبي. وانا كنت عم بحكي عن الاشخاص اللي مثلك هلا، الاشخاص اللي يستعدك. عندهم انتصارات صغيره عن جد بحكي، قال لي بلحق وبيقوم وبمشي يومه. بالضبط. اسمعي بس احكي لك شغله. هلا انا كثير كثير مبسوطه انه انا قطل الخاص، لانه انا بنتي بتموت بشيء اسمه ناديا الزعبي. حبيبتي بنتي عمرها 4 سنين ونص. بتقول لي كل يوم نفتح بتقول لي وين هنادي الزعبي. قلت لها مريضة. قولي لها مريضة وسلمي عليها كتير، ورح أحكي لنادي عنها. الله يسلمك. بنتي اسمها لارا، كتير بتحب نادي الزعبي، يعني أنا حاططها معنا، وياريت إنه لقطنا وكانت ياريت نادية موجودة. فيك البركة أنت، وموضوعك كتير بجنن حبيبتي أنت. اسمعي سلميلي على لارا. الواحد يعني صراحة هو بنقذ نفسه من الأمور السلبية. مزبوط. حديثك مع نفسك زي ما حكيتي، تقوية المناعة قبل شوي. يعني لو قريبة كان أعطيناكي عاملين فروت سلطة كمان للمدارس. حبيبة قلبي أنت. أنا بدي أقول كمان للارا إنه بأي وقت بتكون نادية بالحلقة احكوا معنا، وأكيد يعني حتى لو ما كنا عم ناخد اتصالات منطلعها معنا على الهواء مباشرة. خلص إن شاء الله رح نرن عليكم بأقرب وقت. أوكي. إن شاء الله رح تحكي مع نادية. قولي لها، قولي لها بلكي نادية الزعبي. نادية الزعبي الاسم كامل. نادية الزعبي حتى اسم بين سين وزين. قولي للارا، قولي للارا إنه أنا الوسيط. بلكي صارت تحبني أنا كمان. قولي لها صباح الخير نادية ورهف. هاي لارا. نادية ورهف. هاي لارا كيفك؟ أنت بس بتحبي نادية ما بتحبيني أنا رهف؟ لا قولي لها بحبك. لا قولي لها بحب نادية ورهف. وينها لارا؟ حبيبتي يا حبيبتي، الله يحميها ويخلي لكم اياها يا رب. شكرا نورة لاتصالك، ثانك يو كثير. في كتاب عنوانه مصافحة باليد اليسرى، قرأت منه مجموعة من الفقرات وحسيت في فقرة مهمة جدا عنوانها بالمنتصف بين العقل والقلب. هاي الفقرة ممكن إنها تكون مرتبطة بموضوعنا، وممكن إنها تكون مصدر إلهام لعدد كبير من الأشخاص اللي عم بيسمعونا أو اللي عم بيشوفونا عبر شاشة عمان تي في. المقطع بيقول: لا تقلق حين تثيرك، أو نعيد، لا تقلق حين لا تثيرك الأشياء التي كانت تلفت انتباهك سابقاً، وحين تزهد في الكثير من الأمور والعلاقات، وحين يتملكك العجب وتندهش من الأشخاص الذين كانوا يستهلكون جل وقتك واهتمامك ومشاعرك، وحين تبدو الأشياء أمامك على حقيقتها أكثر من قبل، وحين تصبح أكثر حلماً وأقل أحلاماً، فقد تكون حينها قد نضجت. النضج هو استقرار التفكير والمشاعر والاهتمامات، وهو مرتبط بالوعي ولا علاقة له بالسن، وهو الذي يكشف لك تفاهة الصراعات التي كنت تخوضها وتخسر البعض لأجلها، وتفاهة بعض الأفكار ومقدار صبر من حولك على تمسكك بتلك الأفكار وخوضك لتلك الصراعات. أسمى معنا على الخط. هلو. هلو. هلو مرحبا. أهلا وسهلا، صباح الخير. كيفك رهوفة؟ كيفك يا أسومة؟
حبيبة قلبي. أنا تمام كتير منيحة الحمد لله. بدي أخبرك أنه أنا هالفترة عم بشتغل من البيت، فكنت كان إلي هيك الحظ الحلو أنه أقدر أشوفكم on time. أنتي بدي أطلب منك أو أحضر البرنامج on time لأنه بدي أطلب منك بس تعيدي لي أولها، أنتي من فترة صرتي عم تشتغلي بمكان؟ أنا من فترة عم بشتغل بالبيت. أوكي بالبيت تمام. فصرتي تقدري تتابعينا بالوقت؟ صرت أتابعكم تمام. on time لأنه أنتي بتعرفي شو كنت أعمل؟ لا ما بعرف. كنت بستنى إنه مثلاً البنات يناموا وأقعد على رواء أفتحكم على اليوتيوب وأحضركم من يعني من دون إعلانات. حبيبتي أنتي. فأنا كتير بحبكم صراحة، قليل هيك لا يكون في إعلاميات هالقد خفاف دم وبنفس الوقت مثقفات وفهمانين وبنحب نشوفكم كتير. شكرا كتير كتير، يعني بتكبري القلب وحكيك كتير يعني حلو. ومرات بعد بحضر حلقات قديمة، يعني أنا كتير بحضركم، يمكن حافظة على الحلقات في أشياء بعرجع بحضرها كتير، يعني بتبردوا القلب يعني بتحكوا شغلات عن جد بتلمسنا، يعني انتو برنامجكم بصراحة كتير بيفرق التلفزيون والراديو. شكرا كثير لك. شكرا. واحنا انا كثير بنبسط لما اسمع من صبايا وسيدات ورجال ايضا بيتابعونا وبسمعونا، عباره مواضيعكم بتلمسنا وقريبه منا، لانه هذا هو اللي احنا بنحاول نعمله بصحصح، بنحاول قد ما بنقدر نكون قراب على مشاعركم وقراب على همومكم وقراب على القصص اللي بتصير معنا كلنا بحياتنا. فبشكرك كثير يا اسماء حبيبتي انتي، وان شاء الله دائما منضل عند حسن ظنك ومنضل دائما قراب منك ومنسليكي ومنقدم لك معلومه وبنفس الوقت منثري وقتك وقت الفراغ اللي انتي بتقضيه وانتي عم تحضري حلقاتنا. ثانك يو حبيبتي. شكرا اسماء. صح 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 ص